طيب، لما سمعتي هيدي وانتصار بيتكلموا عليكي وانتي في القاهرة والناس، وكنتي واقفة على باب الأوضة، شفتي بقى أنا قلتلك ايه ده ايه ده استني ايه ده ايه عليا ده بقى، وكنتي واقفة على باب الأوضة وهما مش عارفين، حسيتي بإيه ساعتها؟ مش عاوزين نعرف هما قالوا إيه، عاوزين نعرف انتي حسيتي بإيه. ايه ده السؤال؟ لا يعني بصي، مش فكرة حسيت بحاجة، بس ليه دودي؟ ليه دودي كده؟ لا حسيت بغدر طبعا، يعني حسيت بغدر، وانه انك انت تبقي مش فاهمة هو ليه اصلا بيحصل كده، يعني ايه اللي حصل بيخلي انه ممكن حد يبقى قاعد مثلا بيخطط انه احنا ازاي نمشي حد من مكان عشان الشخص ده بدأ ياخد يعني حاجة احنا المفروض ناخدها. فبس، وبعدين يعني ما عرفتش اسكت، يعني ما بسكتش، قلتي لا فتحت الباب ودخلتي. ايوه، لان احنا كنت ساعتها الموقف اللي حصل انه مش انا كنت سمعت من الباب، احنا كنا في الاستوديو والاستوديو كان مليان ناس، وفجأة الناس كلها روحت وانا كنت بلم حاجتي من الاوضه، ففي الصمت ده يعني فجأة كل حاجات اتسمعت، بس فدخلت وقلت لهم وقلت على لهم. طول. لما سألنا انتصار وهي كانت ضيفة عندنا في البرنامج ان هي كانت سبب ان انت تمشي من البرنامج، قالت لا انت اللي خدتي القرار وحبيتي تمشي، وما بين الكواليس يعني عرفنا ان انت كان جاي لك برنامج تاني بمبلغ احسن. لا خالص، هو فعلا انا اللي خدت القرار وحبيت امشي، بس انا من حبيت الموقف امشي ده؟ من الموقف ده ومن مواقف تانية، بس انا فعلا ما بعرفش اشتغل في مكان يبقى فيه مشحنات ومش عارف ايه، في ناس بتقول ان انا كده مش بروفيشنال، وان المفروض ان الشغل اشتغل حتى لو حد عدوي، بس انا للاسف للاسف ممكن اقول عن نفسي بمنتهى الصراحة ان انا فعلا مش بروفيشنال، وانا بحب اشتغل مع ناس احبهم ويبقوا صحابي، حتى لو هشتغل عمل واحد، بس هخرج من الناس دول كأسرة احسن ما اشتغل في 100 عمل وانا مش حابة الناس يعني. بس يعني انتي مشيتي روحتي بيتك وما كانش عندك شغل بديل؟ وحياة امي، انا ما بحبش بامي كده، اقسم بالله ان ما كانش فيه اي عروض ولا كان فيه اي حاجة، يعني كان جالي حاجة وكنت رفضتها وانا جوه القناة، كنت قلت لهم حصل كذا كذا وهم قالوا لي لا، فكنت رفضتها، وبعدين حصلت المواقف دي فسبتها ومشيت، والعروض ما جاتليش الا لما بدأت الحلقات اللي انا مش موجودة فيها تتعرض، يعني انا كنت لما كده كده الناس عندي عرفت ان ستوك انتي كتير مشيتي. انا مسجلاه، فبدأ قعد يتعرض مثلا بتاع 3 اسابيع وانا كنت قاعدة كده ما فيش اي حاجة، وعادي ما كانش فارق معايا لان انا في الاساس مش مذيعة، انا في الاساس ممثلة، فقلت خلاص حلو هروح اشتغل في شغلانتي اللي بحبها، اعمل شخصيات وامشي، بعدين جالي بقى حاجات تانية، بس هم متخيلين ان انا مشيت عشان كده، بس لو حلفت على ايه هم اللي في دماغهم ف طيب قولي لي، اليوم ده كنت فاكرة ان هو يوم اسود، يوم ما هتمشي وقلب معاكي وبقى ابيض؟ كنت خايفة ان انا اندم على القرار ده، بس الحمد لله ما ندمتش عليه، حسيتي ان ربنا نصرك؟ اكيد الحمد لله.